اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. الأبراج تكشف لك الصفة المطلوبة في توأم روحك. كل إنسان يملك تصورا في خياله حول المواصفات التي يريدها في توأم روحه وشريكه المستقبلي. سواء كنت رجلا أو امرأة، فأنت لديك قائمة من الصفات التي لن تقبل الشريك إلا إذا تمتع بها. إنها ببساطة المعايير التي تهمك وتثير حماستك وتلهب الحب في قلبك وتكمل النقص فيك. بطبيعة الحال هذه المعايير تختلف بين إنسان وآخر، لأن لكل واحد منا نظرة مختلفة للشريك وللحياة. لائحة هذه المواصفات قد تقصر أو تطول، لكن تبقى هناك صفة واحدة مسيطرة وغالبة تكون هي الأبرز على تلك اللائحة. وفي هذا الفيديو الأبراج سوف تأخذنا في جولة عليها لنكتشف ما هي الصفة المطلوبة في توأم روحك والتي بدونها لا يمكن للعلاقة النجاح أو الاستمرار. برج الحمل. إن مولود الحمل ناري، يملك طباعا حادة تمتزج بطموح لا نهاية له. إنه إنسان متميز منفرد بشخصية لا تشبه أي أحد آخر. وعليه فإن الحمل يبحث في حبيب حياته عن صفة أساسية هي الصبر. يحتاج الحمل لشريك صبور إلى أقصى الحدود حتى يتحمله في لحظات الغضب ويسير معه نحو تحقيق طموحاته مهما استهلكت من وقت وتضحيات. برج الثور. مولود هذا البرج مخلص، لا يخون شريكه مهما كان حجم المغريات. إنه محب ويقدم الكثير فقط من أجل تأمين السعادة لأحبائه، عائلته، أصدقائه ومحبيه. لكن الثور ليس ملاكا على أي حال، فهو يعاني من عيب العناد الذي يدفعه لرفض كل ما يخالف مواقفه وآرائه. كذلك هو يحب البقاء في منطقة الراحة الخاصة به، مفضلا الكسل والاسترخاء على تحقيق الطموحات أو خوض التحديات. مرد هذا الأمر يعود إلى شعوره الدائم بعدم الأمان، وبناء عليه يحتاج الثور إلى شريك يمده بالقوة والشجاعة التي يفتقدها، ويأخذ بيده لينهض من دائرة الراحة القاتلة تلك وينطلق في الحياة نحو تحقيق الكثير من الأهداف والنجاحات. برج الجوزاء. مولود هذا البرج يخطئ العالم في فهمه. إنه متهم دوما بأنه منافق يتعامل مع الناس بوجهين، لكن الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك. المشكلة في الجوزاء أنه نفسه يعاني من انفصام الشخصية في داخله، ويحاول جاهدا طوال الوقت العمل على الموازنة بين الرأيين المتصارعين داخل عقله. الجوزاء يبذل الكثير من الوقت والجهد في سبيل الحفاظ على استقراره ومنع أحد هذين الشخصيتين من السيطرة على الأخرى. ولهذا فإن الجوزاء بغنى عن أي شريك يزيد معاناته أو يسبب له المزيد من اللا استقرار النفسي، وبالتالي تكون الصفة الغالبة والأساسية التي يحتاجها الجوزاء في توأم روحه هي الصدق، الذي يجعل منه شريكا يمكن الوثوق به والاعتماد عليه، بل وحتى الفضفضة إليه في لحظات الإنهاك النفسي. برج السرطان. مولود السرطان شلال من العاطفة. إنه حساس جدا، وهذا ما يسبب له في أحيان كثيرة الضياع وسط هذا الكم الهائل من فيض المشاعر. ولهذا يحتاج السرطان في حياته إلى شريك يمتلك صفة الوعي والإدراك الذاتي، وذلك لكي يتمكن من استيعاب هذا القلب الرحيم
ويقوم بكبح جماحه في الوقت المناسب. إن السرطان يحتاج أحياناً إلى تدخل عاجل من شريك حياته، وذلك لكي ينقذه من الغرق في بحر العطاء العاطفي. هذا الأمر لا يمكن لأي كان فعله، وعليه فإن السرطان يستهلك الكثير من الوقت والجهد في سبيل العثور على الإنسان المناسب الذي تتوفر هذه الصفة لديه. برج الأسد. مولود هذا البرج قائد بالفطرة، إنه الملك، لكن مشكلته أنه ينجرف خلف عظمته أكثر مما ينبغي. هذا الأمر يجعله يميل أحياناً للتصرف بشكل متعجرف مع الآخرين، ما يدفع الناس لوصفه بأنه مغرور. على توأم الروح الخاص ببرج الأسد أن يتمتع بصفة الحزم. نعم، الحزم. إن الأسد يحتاج إلى شريك يرسم له الحدود بشكل واضح ودون مهابة منه أو قلق عليه. هذا الشريك الشديد سيكبح جماح الأسد فيجعله ناجحا بصفاته الإيجابية أمام الناس، ويحميه من براثن الغرور التي قد تطيح به وتجعله إنسانا سلبيا. برج العذراء. مولود هذا البرج شخص جاد، مخلص، وصاحب معايير مرتفعة جدا، مجتهد، يبذل كل ما بوسعه لضمان نجاحه ونجاح كل من يحبهم حوله. إنه يمنح الآخرين كل ما يملك، ومع هذا هو غير متطلب ولا يشترط على شريكه سوى الإخلاص. وعليه فإن هذه هي الصفة الأساسية التي يشترطها على توأم روحه، أن يكون شخصا يمكن الوثوق به. لا مكان للخونة عند مولود برج العذراء. برج الميزان. مولود هذا البرج يبحث دوما عن الاستقرار والتناغم بينه وبين المحيط. إنه يسعى لذلك بكل ما أوتي من قوة، وهو مستعد لفعل أي شيء للحفاظ على سلامته من أي أذى أو خلافات. الميزان كذلك يضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاته الخاصة، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى شريك يزيد من حجم مسؤولياته أو تبعات همومه في هذه الحياة. الميزان يشترط على توأم روحه أن يكون من الأشخاص المسؤولين الذين يعتمدون على أنفسهم ولا يرمون همومهم ومشاكلهم على عاتقه. بهذا يضمن الميزان السعادة والسلامة من أي مسؤوليات محتملة. برج العقرب. مولود هذا البرج حسي للغاية، يبحث بشكل عام عن كل ما هو مثير وحاد في علاقاته بالآخرين، ومع هذا فهو يميل للاستسلام أمام مشاعر الغيرة وحب السيطرة التي تتملكه. الشجاعة هي الصفة الوحيدة التي يشترط على توأم روح مولود هذا البرج امتلاكها، فالشجاع وحده هو من يمكنه تحمل مواصفات برج العقرب والوقوف بمواجهته لتخطي كل عقبات هذه العلاقة وإنجاحها. برج القوس. مولود هذا البرج متفائل، يحب الحياة، وكذلك الحياة تحبه. إنه عاشق أزلي للحرية، يحب المغامرات، ويمكنه أن يرى الأمل والتفاؤل في أسوأ الحالات وأصعب المواقف. إنه برج صادق ومباشر ومرح، يحب التفاؤل، ومعروف عنه أنه قد يجرح الآخرين كثيرا بنكاته الساخرة. لذلك ما يبحث عنه برج القوس في شريك حياته هو حس الفكاهة، فبدونه لا يمكن للعلاقة أن تنجح. نكتة بسيطة من مولود القوس لشريك لا يحب النكات كفيلة بإفساد العلاقة بشكل تام. برج الجدي. مولود برج الجدي جدي للغاية، إنه يمضي حياته في إطار قواعد معينة وضعها لنفسه، لا يحيد عنها ولا يريد ذلك.
إنه عامل جدي ومجتهد يضع كل جهوده في سبيل تحقيق أهدافه وبلوغ طموحاته. وعلى غرار مولود برج القوس، فإن الجدي يبحث عن توأم روح يمتاز بالخفة، فبالنسبة إليه الحياة قصيرة، وعلى الشريك مشاركته في رؤية الجانب المسلي منها، ذاك الجانب المليء بالمرح والكسل، بل وحتى بالسخافة. برج الدلو. مولود هذا البرج لا يشبه سوى نفسه، إنه منفصل عاطفيا ويعيش في كوكب آخر داخل عقله، يؤسس لفلسفة خاصة بالحياة ورؤية مختلفة للعالم قد لا يشاركه فيها أغلب الناس. هذا الأمر يحوله إلى إنسان انطوائي يصعب على الآخرين الاقتراب منه أو تقبله. إن الصفة التي على توأم روح برج الدلو التمتع بها هي الإصرار، لأن الانفتاح على الآخرين ليس من سمات هذا المولود، وبالتالي يحتاج شريكه المستقبلي إلى الكثير من المحاولات المتكررة ليتمكن من اختراق الجدار الذي يحيط به الدلو نفسه والوصول إلى حقيقته ولمس داخله النقي. إن أي شخص لا يملك الإصرار والصبر لا يمكنه إنجاح العلاقة مع الدلو. برج الحوت. مولود هذا البرج مبدع خلاق ويملك روحا رومانسية جميلة. يعيش الحوت في عالم الأحلام مفضلا خيالاته وأوهامه بديلا عن الواقع، خصوصا إذا كان هذا الواقع مرا. يحتاج الحوت إلى توأم روح يتصف بالفضول والحشرية ليقوم باكتشاف العقل الجميل المعقد والملون الذي يملكه. بدون دافع الفضول لن يرغب الشريك بالولوج إلى عالم الحوت الخاص به، وبالتالي سيبقى هذا البرج لغزا غير مفهوم بالنسبة إليه. كانت هذه هي الصفات المطلوبة في توائم الروح لكل برج من الأبراج، قدمناها لكم من قناة رويش تيفي. اكتبوا لنا في التعليقات حول آرائكم بما شاهدتموه، وهل تنطبق هذه الصفة المطلوبة على شريك حياتك المفترض؟ اكتبوا لنا ذلك في التعليقات. أما إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا تسجيل الإعجاب ومشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يفوتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. إذا أردتم مشاهدة المزيد يمكنكم الاختيار من الباقة المقترحة التي تظهر أمامكم على الشاشة الآن.